السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعين قناة خديجة أم فاتي. بدون مقدمة، كلنا كنبغيو الوطا ديالنا تكون كتشعل، وكان عيوب هذاك الحكان وهذاك السلك وهذاك هذاك الشيء كامل. إن شاء الله برودوي اللي غادي يهنيك أختي من كل هذيك التمارة كاملة، ما غاديش تبقى غير شيشة هكا خفيفة إن شاء الله كي تخرج لك البوطة بحال ما هكا. أنا البوطة عندي راه قديمة وما شاء الله، شوفوا يعني سنين هذه وأنا كنستعمل هذا البرودوي، هذا اللي غادي تشوفوه معايا إن شاء الله اللي غادي يبهركم، وغادي يخلي لكم البوطه ديالكم ولا الجلي جلو كل شيء كيشعل ان شاء الله. ها انتم راه العافيه ديالك كتبقى هكاك زرقاء ما شاء الله. ها انتم غادي نوريكم هنايا، ها انتم هي معلكه كتبان يعني مسخه شويه، انا كنحك يعني كل نهار كنرش عليه هذا هو البرودوي خواتاتي. ناديجا بارطاجيتو معكم ونعاود لي مالا، انا عجبني بزاف بزاف خواتاتي، وقلت ما نبخلش عليكم. ها انتم الحلان والسدان ديالو يعني كتدوريه كيتحل، كتدوري عاوتاني كيتسد خواتاتي. غادي ندوزو باش نظفوها بحال ما هكا خواتاتي، انا كل صباح هكا ندوزها مع المواعن كنصبقها هي الاولى هكا كي غتشوفوا معايا، كنرش عليها هكا الريسان ديالها وكلشي فوق منها، وكنرش خواتاتي. انا ما توجدش عندي الليغون، ولكن نتوما ديروها، انا ما توقع لي حتى شي حاجه الصراحه موقعتلي، ولكن راه ماشي بنادم كله بحال بحال، ولكن استحسن الصراحه ديروا الليغون. كنرشوا هكا رشيشات خفافين فوق من البوطه كامله، فوق من الريسان وفوق من هذاك يعني دوك داك السلوكه ديالها بحال ما كان، المهم رشوا على كامله وصافي خواتاتي. حتى هذوك لي بوشون اللي كنشعلو بهم وكنطفيو البوطه حتى هما خواتاتي رشوا عليهم، المهم رشوا كامله. الرشه ديالها زوينه وكتجي سبيسيال. ها انتما خواتاتي داك الحكان وداك السلك، وكنخرجوا على البوطه وكتشرط وما كتبقى زوينه خواتاتي. حق الله العظيم هذا البرودوي راه ليلى يلاه عيني ما شفتش بحالو. انا دائما كندير بحال ما هكا، كنبغي نغسل الماعن كنرشها كرشيشات خفافين، وكنحط عليه واحد الكيس بلاستيكي هكا. انا غير درتو معاكم على البوطه، عندي راكم شفتوها يعني ما مسخاش بزاف، لانه كل نهار كنغسلها كنغطيها ونمشي نغسل الماعن وعاد كنرجع ليها. هنا وريتكم يعني راه حتى الجليج وكلشي ما شاء الله، راه بارطاجيتو معكم من قبل يعني الله اعلم شي عام ولا عام ونص هكا، غير شخفيفة خواتاتي والزاج وكلشي كلشي ما شاء الله. عرفتي الدنيا كتشعل كتشعل، وفيه الصابون وفيه كلشي خواتاتي، يعني فيه البغدوي اللي كيخرج لكم البوطه والزليج، وفيه الصابون ديالو يعني ما محتاج في الاخر ديروا شي صابون ولا شي بغدوي. ها انتم راه غير شخفيفة هكا واحد السريبيته في يديكم فقط. هنا غندوز البوطه من بعد ما دازت 10 دقائق ولا المهم الوقت اللي غسلت المعينات انا فيه. شوفوا كيبان لكم داك الوسخ كيفاش هبط، شوه راه كيبان خواتاتي على عينيكم، يعني الصوره راهي صارحه نفسها. كنحيد هذا الريسان بحال ما هكا خواتاتي، كندوز عليهم شويه بهاد الحلفه، هي الحليفه ديال الماعن هكا ولا شي سريبيته ديال البوطاجي باش ما كان، يعني راه ما محتاجاش كاع شي مجهود بالمره خواتاتي. انا هاد البوطه عندي راه قديمه الله اعلم عندها شي 13 عام ولا 14 عام تقريبا اللي عندها ما شاء الله، ودائما كنحكها بهذا البغدوي، كنشريه من بيم خواتاتي. اول مره فاش مشيت انا لبيم بقيت كنشوف فيه وجاه دوك الناس المكلفين اللي كيبيعوا تما، قال لي هذا راه غزال يعني غديه وغتبقى دائما ديه، وفعلا فعلا يعني كما يقول درت النيه وجبته وصدق ليا. ها انتما خواتاتي لي بوشون وداك الشيء كيولي كلشي كيشعل كيشعل، يعني راه الزليج ولا داك بلاستيك المقاله لك حالو. واخواتاتي راه مشفتش بحال هاد البرودوي الصراحه. ها انتما راه غير حكه خفيفه، اللهم جبت هذاك الجيكس رطب، ها انتما داك الجنيبات، لانه هاد الراس هذا والاخر اللي مليت يكون واكلين صراحه، هما اللي كنطيب عليهم واكلين الدق دائما، فايض عليهم اتاي دائما تطيب الطاجين تتهبط عليهم بعض المرات المرقه. مهم هادو واكلين الدق ليا، غير شويه خفيف هكا فواتاتي. ها انتم راه على عينيكم، ماشي غندوز الحلفه ونقول لكم لا لا انا مقطعت لا فيديو لا حتى شي حاجه. ها انتم غير شويه بالجيكس غير هذاك الرطب، يعني ماشي داك السلك اللي غادي يخرج لكم على البوطه ويخرج لكم حتى على يديكم، لا غير هذاك الجيكس رطب، غير شويه حكات خفاف بصراحه. صافي كندوز هكا غير بصباعي، شوفوا شوفوا راه غير صبيعاتي حاطه هكا. وبالنسبه لكم ديروا هذيك لي كونا، انا ما طرا والو، هو هذا البرودوي صراحه ما كيدير حتى شي حاجه. واللهم ان الناس ماشي كلهم كيف كيف، كاين اللي عنده حساسيه، كاين اللي عنده اكزيما في يديه، كاين اللي مريض من يديه، الله يشافي كل واحد.
صافي هنا هانتوما هزيت هادو حتى هما، دوزت غير عليهم من الفوق وشللتهم بالماء. راه ساهله مهله خواتاتي، راه هذاك الحكان وداك قوت هذا ويدينا كيحراشو ما بقاش خواتاتي. راه كله كل شيء ما شاء الله، كل شيء يعني سبيسيال. صافي كنشد عا هاد السريبيته ديال البوطاجي اللي كنمسحو بيها بوطاجي وندوز بيه خواتاتي فقط. هانتوما شتو، انا ديجا جبت واحد البغوطوي واحد اخر صراحه بيض وغالي، ولكن راه ما دار والو صراحه، كيما تيقولوا سوقو خاوي. هانتوما خواتاتي شوفوا البوطه كيفاش كتشعل ما شاء الله، وراها تبقى كيف ما كانت. انا غادي نشعلها معاكم، يعني العافيه ديالها كتبقى زرقاء، يعني شحال من عمر كنستعملوه هكا بقات ليا. كنتمنى ان شاء الله المشاركه اللي شاركت معاكم تروق الاعجاب ديالكم. السلام عليكم.